السلام عليكم. علوم الجزء الثاني صفحة 83. ما التطبيقات الوراثية في حماية صحة الإنسان؟ عندنا هذا الموضوع، راح أنطي بس المهمات نطلع اللي راح تجي بالامتحانات الشهرية، يعني ما أقرأ كل ورقة. من أقرأ كل ورقة يعني حدرخ، ليش ما أفهم أحسن وأختصر الوقت والجهد. هنا تعليل على تطبيقات مهمة لعلم الوراثة في المجال الصحي والطبي. الباحثون استطاعوا إلى تقنيات بس. ليش الباحثين توصلوا واستطاعوا يسوون تقنيات ويسوون تطبيقات بعلم الوراثة بالمجال الصحي والطبي؟ شنو الجواب مالته؟ الجواب هذا جيم، جيم يعني جواب. الحفاظ على صحة الإنسان وعلاج الإنسان والوقاية من الأمراض بعلم الوراثة، هذا هو الجواب. يجيك سؤال، ما التطبيقات أو ما التقنيات في حماية صحة الإنسان؟ هن اثنين فراغين، لقاحات مضادات حيوية، فراغين يجيكم بالامتحانات الشهرية. يقول لك ما التطبيقات الوراثية في حماية صحة الإنسان؟ من تشوف كلمة صحة الإنسان، يعني العلماء اكتشفوا شنو؟ أدوية مثل لقاح ومضاد حيوي على مود يحافظون على صحة الإنسان. بس فراغين، نعم. أو يجيك فراغ، يجيك السؤال، ما هي تقنيات والتطبيقات الوراثية في حماية صحة الإنسان؟ أولا يجي يعني إذا تعداد، أول اللقاحات، ثانيا المضاد الحيوي. يجيكم أيضا فراغ، عرف، عرف اللقاح. اللقاح هو تعطى للأطفال في سن مبكرة، ليش؟ لوقايتهم من الأمراض، من الأمراض مثل ليش؟ شل الأطفال والحصبة، هاي اللقاحات وهاي أمراضها، هاي الوقاية مالتها. زين، سؤال، ما هي وظيفة وعمل اللقاحات؟ شنو وظيفة وعملها؟ الجواب هذا جيم جواب، زيادة مناعة الجسم ضد الأمراض ومنع الفيروس من التكاثر وتضعيف مادته الوراثية داخل جسم الإنسان. زين، يجينا السؤال، يجينا فراغ، اكتشف اللقاحات اكتشاف أدوية. هنا السؤال، العلماء بحثوا واكتشفوا أدوية، أدوية هسه نجي الأدوية، هاي الأدوية تقضي على الأمراض قضاء كامل، مثل شو الأدوية؟ مضاد الحيوي، مضاد الحيوي. شنو عمله أو شنو وظيفته؟ سؤال، ما هي وظائف وعمل المضاد الحيوي لجسم الإنسان؟ الجواب جيم يعني جواب، لعلاج الأمراض البكتيرية وإيقاف تضاعف البكتيريا وتكاثر البكتيريا وإضعاف مادتها الوراثية. ماشي، هنا يجينا فراغ، هنا يجينا فراغ، أول مضاد حيوي، أول مضاد حيوي هو فراغ البنسلين. من اكتشفه يا عالم؟ العالم الإنجليزي فراغ، من هو؟ ألكسندر فليمنغ،
في سنة 1928 نعني جيكم فراغ انتبهوا عليه أو نعم يجيكم فراغ. هاي الفكرة مات الموضوع. هيجي نقرأ، ما أقرأ صفحة كلها درخ، ما أنا مو بغبغاء حتى أدرخ، لا أقرأ فهم مختصر، أخذ بس رؤوس الأقلام بس المهمات فقط. هنا عندنا السؤال، قارن بين اللقاح والمضاد الحيوي. وهسه قلناها اللقاح، اللقاح هو في سن مبكر الأطفال يقينا من الإصابة بالأمراض الشل الأطفال والحصبة، وبعد ويزيد المناعة ضد هاي الأمراض ويمنع الفيروس من تكاثرها من مضاعفة مادة الوراثية. بس المضاد الحيوي، المضاد الحيوي هو دواء لعلاج الأمراض البكتيريا، هاي بكتيريا يوقف تكاثر البكتيريا ويوقف ضعف وهم أيضا يضعف مادة الوراثية. من المضاد الحيوي شو اسمه؟ البنسلين، هو المضاد حيوي اكتشفه العالم الإنجليزي ألكسندر فيلمنغ سنة 1928. هي هاي المقارنة لهذا السؤال، هذا السؤال مهم 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 مهم. ليش مهم؟ دخل بيه تعريف، دخل بيه فراغ، دخل بيه وظائف وعمل واستخدام العلاجات واللقاحات. ندوى عليها أعزائي الطلاب وشكرا.